انه فارسي بالك فارسي بالك فارسي بالك فارسي وحتى محرز ما نشوفش انه راح يكون اساسي والله اعلم. انا هدرت نعم. كمناصر كواحد نعم. من الجماهير المشاهده انا قناعتي انه ما يكونش اساسي خصوصا انه راح نلعب في ظروف مغايره راح نلعبوا الان في لومي في الطوغو ماش نلعبوا في الجزائر وين عندك المسانده سواء الجماهيريه ولا حتى من اللاعبين راح تلعب في ملعب مغاير في درجة حرارة مغايرة رطوبة مغايرة على الساعة الخامسة ولو أنه محرز عنده خبرة في مثل هذه الظروف ولكن نفضل أني نشوف محرز كبديل ملعب معشوشة بإسطينعين نعم ملعب معشوشة مع مشكلة صح لعبنا مليح مع ليبيريا ملعب معشوشة بإسطينعين لعبنا مليح فزنا 4-1 في وقت بالماضي أول فوز المنتخب الوطني خارج الجدية أخيره فزنا أني شافي ماركا محرز بالماضي كان 4-1 كانت تتم الانطلاقة ماركا محرز عطال بونجاح وبليلي الله اعلم فزنا ب 4-1 في الطوطو لا ما تكلمناش عليه محمد اي تنوري انا راح نتكلم عليه يعني ادى اي تنوري اداؤه دائما راقي مع المنتخب الوطني الجزائري ولكن لدي بعض المؤاخذات على ادائه تحس بانه يلعب بحريه اكثر من اللازم تحس بانه غير ملتزم بخطه المدرب تحس انه غير ملتزم بالادوار الدفاعيه هو لاعب ممتع لاعب يصعد كثيرا الى الهجوم لاعب يعطيك تمريرات يعطيك توزيعات ولكن تحس بانه خذي حريه اكثر من اللازم هذا ما لاحظته انا نشوف الخطه التكتيكيه انا نشوف فيها الحريه نشوف فيه كانه راهو يلعب مع لاعبين صغار عليه المنافس يعني يلعب تقريبا كرة قدم في الشوارع يعني ايه يلعب كيما يقول له راسه مره شفناها في الامطار مع لما هبط مع الحارس كونتا ديفونس 3 وان اريير لاتيرال اللي ما يروحش سيتي بخاسك المام سيستم اللي يلعبوا به سيتي وين ريكول ويس يبدا ادروات وما يروح ميليو تيرا ولا يدي لي زانترفال لانه امس شفت العديد والعديد من الاشخاص صرخوا ماندي بالنظر لأدائه اولا ماندي لم يكن مطالب بادوار هجوميه هذا اولا وبنسبه 100% لانه لعب تقريبا لما يلعب محرز كاساسي على الرواق الايمن ما تقدرش دير معه ظاهر اللي غامر كثير في الهجوم اولا لعبنا مع منتخب لعب فيك دو جوار دو كولوار يعني دو بيستون في لي كولوار وثلاثه لي سونترو يعني هنا يخرجوا يبلوكيو لك لي دو لي لاتيرو ديالك لو كتلعب لي لاتيرو اوفونسيف يخرجوا يبلوكيهم او شفنا ايتنوري في الجهه المقابله كانت عنده حريه مطلقه يا يدي لانترفال يا يدي لالين لانه بن رحمه كان يدخل يدي لانترفال يجيب لو سور نومبر وكان يقعد على لالين فيكس ويخلي ايتنوري يدخل تقريبا كان شفنا في بعض المرات يروح مع عوار تقريبا ديريال لاطاكون هو وعوار تقريبا في بعض الحالات كان يوقف هو عوار خلف بونجاح في بعض الحالات الهجوميه والحالات اللي تصرف فوق ارضيه الميدان ثم يعود لتغطيه الرواق الايسر في الجهه اليمنى اولا محرز بدنيا غير حاضر وغير جاهز ما تقدرش دير معها ناريار اوفونسيف لذلك فضل المدرب انه يلعب مندي لانه محرز اول حتى يحمي ظهر محرز خليني دقيقه نكمل بكري فكره امين يحمي ظهر محرز اولا في المرتدات ثانيا محرز سي ان جوار كي جو كولي على لين يلعب لاصق في الخط لو توضع مع فارسي ولا رضواني يوغا ان ديباسمون دي رول يعني راح تولي فوضى في الادوار يعني حتى تولي فوضى في الادوار لذلك وضع معه مندي اولا من اجل تغطيه ظهر محرز ثانيا لا سورتي دبال اطروا لانه يبقى شفنا مندي هنا تو جاي وبن سبعين يعني ثلاثه تقريبا كانوا ثلاث محوريين خروج بالكره بثلاثه لما يلعبوا عليك الضغط العالي سي فاسيل بور تو دو تروفي لو تروازيامون في لا رولونس هذه الحاجه الاولى حاجه الدوزيام يكوفري محرز على الجهه اليمنى حاجه تروازيام ما يقدرش ماندي بلي كاليتي تاعو دركا اللي عنده حوالي 10 سنوات ملي ولا ان ديفونسور اكسيال تيبيكمون اكسيال ما يقدرش بالامكانيات تاعو انك تشوف مثلا مثل اداء فارسي ولا مثل اداء عطال ولا مثل بالك اداء رضواني كيلعب كاساسي لذلك تختلف المباريات ويختلف تحليل المباريات والمباريات لا تتشابه وحتى لاسي الكتريك يجب ان لا تشتعل في بعض المرات دون قراءه دقيقه لافكار المدرب ولافكار نعم المنشار الالكتروني ولافكار لعب المدرب كيف يريد ان يطبق افكاره فوق ارضيه الميدان لانه السلخ احنا عندنا ثقافه جلد الذات لازم تنتقد بزاف باش تبان بلي انت مليح نو اون ايكيب كي غان افيك 5 بوت وتسجل 4 اهداف في الاشواط الثانيه فوغو فوا كالكو وطريقه ايضا نعم شوف كي تشوف الماتش وتجي تاناليزيه مور الماتش يغيبوا لك اشياء لكن لما تشوفها تتروبوزي
الماتش تشوفه خطرة اون ديريكت عاود تشوفه اون ديفيري تشوف ممكن بعين اخرى اشياء ربما طلبها المدرب من اللاعبين ونفذوها. نفس الامر بالنسبه لزروقي اللي ما ربما في الشوط الاول شفنا زرقان بوكو بلو سونتينال على زروقي. زروقي اللي كان تقريبا اكثر مبادره من زرقان. في الشوط الثاني زرقان تاثر بعد تسجيل الهدف نعم. الاول وبعد ذلك الخطا هو كانت ضربة معلم من المدرب أن أخرجه وأدخل بوداوي. الثاني تقلبت الأدوار لأنه لما دخل بوداوي بوداوي سي بروفيل بوكو بلوس بوكس تو بوكس اللي يلعب لي دو رول بلو ميم نيفو. شفنا أنه زروقي اللي تراجع قليلا ولا هو ضاف غير سنتينال وبوداوي كان يلعب أن ويت ألونسيان يعني أن فغي غوليور أن ويت ألونسيان اللي كان يلعب وشفنا في كل الأماكن. لذلك لما نفوزوا من الأفضل نحكيوا على السلبيات بطريقة معينة ونحكيو على الايجابيات ما نفحنا في الجزائر يا نحبوا اليكسترام يا نكرهوا اليكسترام ما نحكموش الاعتدال والوسط يا نديروا ماتش نحكيو عليه كوم سي اون جوي البرازيل ولا نحكيو كوم سي حنا اضعف فريق في تاريخ كره القدم. لا مليح من داك الوسطيه مليحه والاعتدال. هل تتوقع دخول جويري وعموره في الهجوم مع الاعتماد على خطه 3 4 3 قاسي سعيد 3 4 3 نظن باللي يكون عمورة وقويري يكونوا يبقى الجهة اليمنى شكون هل راح يلعب واحد يساري هل راح يلعب حتى في الانيماسيون في التنشيط الهجومي 3 4 عنده مكانته لعب الشاب مازا يقدر يكون حاضر في هذه المقابلة ولكن يبقى دائما نقول باللي هاد اللاعبين راح نشوفوا ربما يتأثروا في هذا الملعب اللي كان يعني الغازون اصطناعي نقول بلي يكون عندهم مشكله ولكن الفريق هذايا حقيقه اليوم راه بدا يفرض شخصيته راه يبني في هذه الشخصيه الجديده ويفرض شخصيته ونزيد نشوفوا اكثر. امين دعونا نتوقع التشكيله التي سيدخل بها بيتكوفيتش في هذه المباراه اذا لعب بخطه 3 4 3 ثلاثي محور الدفاع بدون شك سيكون ماندي تو جاي بن سبعيني هذا مقابلة مقبولة أمام ليبيا هذا مؤكد. فارسي على الجهة اليمنى ربما سيكون فارسي وعلى الجهة اليسرى أيت نوري سيكون أيت نوري. هنا خلاص ثلث مدافع محوريين وعندك لاعبين زوج تاع الرواق يبقوا لك مهاجمين ويبقوا لك ثلث لاعبين زروقي بوداوي عوار وعوار زروقي بوداوي عوار وعوار سيكون خلف جويري وعمورة. عمورة ممكن جدا. إذن ستكون نحب الرحمة ونحب ونجا. ستكون تضحية ربما بالرحمة. معليش ميدو. بالرحمة يلعب كأساس. معليش ميدو. معليش حنا نتوقع فقط. معليش ميدو. توقع ممكن بالرحمة يكون أساس. ممكن بالرحمة يكون أساس يا ميدو ما فيش مشكلة. قلت توقع إذا كان 3 4 3 لأنه في خط الوسط ميدو. زروقي لا نقاش فيه. لازم يلعبوا المدرب. بوداوي أبلى البلاء الحسن ويستحق أن يكون أساسي وعوار لا كلام ولا نقاش يجب أن يكون خلف مهاجمين. شكون اللي يكونوا في الهجوم؟ أنا أعتقد بأن عقلية بيتكوفيتش يعتمد على أكثر جاهزية وأيضا هو استدعى هؤلاء اللاعبين من أجل تسيير مباراتين وليس مباراة واحدة. يعني العناصر اللي اعتمد عليها أساسية في المباراة الأولى ربما سيبقيها في الاحتياط. هناك سفرية تقريبا 5 ساعات عامل الوقت غير مساعد تماما. الفترة الزمنية محدودة جدا. فترة استرجاع غير كاملة. نتحدث عن مباراة الخميس ليلا الاثنين الساعة 5 تتخللها سفرية يوم السبت لمدة 5 ساعات كاملة. يعني 96 ساعة. يعني مشكلة. لذلك قلت بأنه في وسط الميدان سيكون زروقي بوداوي عوار خلف المهاجمين جويري وعمورة لأنهما أيضا سجل وقدم ما مطلوب منهما ويتمتعان الآن بأريحية بدنية أكثر من زملائهم السابقين. أنا مش مع ميدو بالرحمة محمد حتى لما لعب في ليبيريا بنفس الخطة كان أشرك بالرحمة كأساسي. نعم شوف أنه كل نوافقك في كل المناصب نعم. إلا بالرحمة عمورة. مكان عمورة يكون بالرحمة أساسي عمورة يدخل في الشوط الثاني. ميدو ماذا تبقى مجرد توقعات. نشوف محرز أساسي. ميدو قلت لي أنت محرز أساسي. يعني لن يلعب بخطة 3 4 3 لا البارح سيتي براس كان 3 4 في لا بوزيسيون دو بول سي بلوس كان 3 4 كيف يلعب يعني محرز في الهجوم بريسك كان 3 4 3 يلعب محرز في الهجوم محرز منه وبالرحمه ملهى وايت نوري بنفس الادوار
يجيب لا سوبيريوريتي نوميريك في الوسط يا يدي الانترفال. تتوقع بقاء محرز، بقاء محرز وبالرحمه، ومن سيرافقهما في الهجوم؟ ممكن يلعب عمورة كأساسي. عمورة ممكن، لأنه لما عمورة محرز بالرحمة اللي تحدثت بها أنت، لما تولي في لافاس ديفونسيف راح تولي تدافع بأربعة أربعة واحد واحد، لأنه لما تلعب عمورة تولي تدافع بخمسة. لا الدافع ما لا لا فارسي في ليبيريا لم يكن يدافع كمدافع خاص، لا ولكن موجود كان تقريبا موجود فقط كان فويلي موجود. ليبيريا ماشي طوغو ميدو، ليبيريا ست طوغو، وإذا لعب بهالطريقة فارسي سيكون الوحيد على الجهة اليمنى، يعني يجب أن يقوم بأدوار دفاعية وأدوار هجومية. لذلك نشوف في محرز يلعب كأساسي على الجهة اليمنى عادي بشكل عادي، مندي خلفه توغاي بس